شيخ، ودي لو تذكر لي قصة. يعني أنت الحين لك سنوات طويلة في الدعوة إلى الله عز وجل مع غير المسلمين ومع المسلمين، يا ريت لو تذكر لنا مثلا أغرب قصة مرت عليك، قصة كذي في بالك ما تقدر تنساها. لا، هذا أغرب شيء مرت علي. الحمد لله في حالات كثير من الأسلم بفضل الله عز وجل، لكن أذكر أنا كنت مقيم في دبي وأنا مدرس تربية إسلامية في مدرسة هناك، وأنا راجع للبيت يوم الخميس اتصلت بي امرأة سويدية وقالت أنا كنت في المول فتعرفت على امرأة مسلمة، فكنت أسأل أسئلة عن الإسلام، فقال أفضل لك أن تكلم شيخ مكارثي. أنا لا أعرف من هذه المرأة ولا كيف عندها رقم تلفوني، المهم أعطت رقمي للامرأة هذه. فاتصلت بي وعند أسئلة تسأل ممكن نص ساعة طولة. دخلت البيت وأهلي تقولني تعرفت كلمة واحدة سويدية شو الحاصلة وش كذا. فأنا قلت لها أني عندي محاضرة في مركز الجاليات في يوم الخميس كان في الليل في دبي، يعني تعالي أحضر المحاضرة وبعد المحاضرة نجلس. فجلست معنا بعد المحاضرة، وزوجتي كانت معي والمديرة المركز يعني كانت معنا كذلك. المشكلة وجدنا في المرأة هذه قرأت، لكن قرأت زيادة، قرأت كل شيء عن الإسلام، حتى دخلت في المسائل الفقهية. فقالت لي أنا عندي مشكلة في التعدد. فقلت مش هذا كل الناس عندهم مشكلة، حتى المسلمات تقدم مشكلة، هذه بتشيل هم، هذه ما يمنعك من دخول في الإسلام. فهي قلت لا، التعدد كان المقتنع بها يعني. أي أنا قلت بسم الله. فقد أنا قرأت إيمان. فقالت لي أول شيء ما كنت مقتنع، لكن قرأت وفهمت الحكمة من التعدد. يعني فلا شك أنه هذا يعني فيها فوائد المجتمع وفوائد، يعني بدأ هي تدخل الفوائد. أنا مقتنع بالتعدد. أوكي طيب وش المشكلة؟ قالت أنا قرأت في كلام الفقهاء. شو لا أنت قرأت في الفقه وفي أنه ذكر لو تزوج لا يجب عليه أن يخبر زوجته الأولى. وهذا صراحة عيب. أنا كيف أنا أكون متزوج، كون زوجي يتزوج علي ما عندي مشكلة، هذا الشرع. هي تقول كذا ما غير مسلمة، لكن كونه ما يخبرني ما أتحمل هذا. فأنا قلت هذا صحيح، يعني بعض الفقهاء قالوا كذا، لكن أنا أقول أنا شخصيا لا أرى هذا. أنا حصلي حالات يعني عندما تكتشف المرأة في مشاكل يعني بيّنت لها أن هذا الأفضل وهذا لا ينبغي، يعني بيّنت لها كل شيء، لكن ما اقتنعت بدخول بسبب هذا. يا بنت يعني أنت مقتنعة 110% بالإسلام، كل شيء إلا النقطة هذه ما يمنعك، عندي المبادئ أركان الإسلام شهادة كل مقتنعة بها إلا هذا. رفضت. جلست معها ساعة ساعتين رفضت. النقطة هذه ما ممكن تزيد من راسها. المهم بعد أسبوعين اتصلت بي مرة أخرى، قالها فكرت في كلامك يا شيخ وكلامك صح، مفروض هذا ما يمنعني، أنا عندي رغبة أظن أني سأدخل في الإسلام لكن أجلس معك مرة ثانية بسم الله. أقول نفس الخميس عندي محاضرة في نفس المركز تعالي. فجاءت هي مديرة المركز زوجتي معي، وجاءت امرأة فلبينية من أخواتنا المسلمات، هي مسلمة جديدة تأثرت بصاحبتها كاثوليكية نصرانية، وهي متأثرة بالإسلام لكن كذلك عندها أسئلة تريد توضيحات، تريد تجلس معي كذلك. فنحن كنا أنا جالس هنا عندك الفلبينية مع صديقتها هنا، عندك زوجتي كانت جنبي ومديرة المركز والسويدية. فبدأت تتكلم قليل مقتنع، الحمد لله أسلمت، دخل في الإسلام بفضل الله عز وجل، الحمد لله نطق الشهادة دخل في الإسلام. مديرة المركز ما ملكت نفسها، بدأ شوية تبكي، بدأ هي تتأثر بدأ تبكي. فعندك اثنتين، زوجتي بدأت تتأثر بدأت تبكي، بدأت الفلبينية المسلمة تتأثر بدأت تبكي، جات اللي ما هي تسأل الإسلام هي متأثر بالجو بدأت تبكي. أنا صار أنا الوحيد ما يبكي ولا أمسك نفسي، لا أبكي ما أبكي أكون الرجل القوي ماذا أفعل يعني. كلهن يبكين سبحان الله. فكان اللي جات تسأل الإسلام ما شافت الجو الإيماني ودخول الإسلام وكيف تأثر الناس بالبكاء، هي قال خلاص هذا كنت محتاج، ولا أسئلة اللي كان عندي خلاص ما أنا أصلا عارف ما يكفي عن الإسلام، كان أنا أريد ندخل في الإسلام الآن. فنطق بشهادة الفلبينية دخل في الإسلام وصارت البكاء أكثر. بعدين الحمد لله كان جو يعني جو عجيب جدا صراحة، يعني القصة كانت عجيبة بعدين الجو الإيماني والتأثر يعني بالبكاء يعني بعد الدخول في الإسلام. صح سبحان الله، يعني دائما إحنا نلاحظ اللي يسلمون وهو ينطق الشهادتين يتأثر،
يعني يتأثر حتى يعني بعضهم يقول كأن سبحان الله وأنا أنطق كأن تعرف الصمام أو صنبور مثلا كذا، وما مو مش المياه اللي يخرج، لا يخرج الهم، الهموم تخرج، فيشعر بسعادة تكون غامرة جدا. وفي شيء يعني في الشهادة، أنا أذكر لما كنت أذهب لأدخل في الإسلام، هناك خطأ منتشر عند الناس بالمناسبة، يقول أنا لازم أجيب واحد مقتنع بالإسلام لازم أتي للمركز الإسلامي حتى يعلن إسلامه، أو لازم أتي أمام شهود. هذا مو صحيح. يعني الإنسان المقتنع، أنت تتكلم يعني هو مقتنع بالإسلام، الآن أنطق الشهادة الآن فورا، خلاص أدخل في الإسلام، بعدين تعال في المساء المركز الإسلامي، تعال المسجد أعلن إسلامك، هذا ما في إشكال. المهم الآخر، أنا كنت يعني تعرفت عن الإسلام منه في أمريكا، عندما أنا قرأت عن الإسلام واقتنعت، هو قال تعال المركز الإسلامي، نفس الخطة اللي يحصل للناس، يا أخي ممكن أموت في الطريق، ممكن ما يعني هذه النقطة، أي. يعني ما تعرف ماذا يحصل، أو يصرف نصارف، الآن خلاص ما دام هو جاهز يعني يخليه يدخل في الإسلام، فهمت كيف؟ بعدين أنت تأتي به للمركز أو المسجد يشهد الإسلام، هذا جيد ما في إشكال، يعني ينطق الشهادة مرة ثانية. لكن عندما هو قال لي هذا، كنت أقول لك يعني الشهادة أنت قلت في هموم في كذا، لكن حتى في خوف، أنا قلت الكلمات هذه كيف سأنطقها؟ أنا كل ما أدخل أتعلم اللغة الإسبانية أفشل في المدرسة، يعني ما كنت يعني ما عندي أحاسب إلى 6 الآن وأقف، ما أعرف اللغة الإسبانية جيدا، فالآن سأتكلم باللغة العربية أنطق هذه الشهادة، قلت لماذا؟ خلي بقول بالإنجليزي بس، قلت لا تفهم بالإنجليزي لكن لازم تقول بالعربي. وأنا قلت لا ما يمكن أصلا يستقيم، إيش الكلام هذا؟ أشهده هذا كيف أقول أصلا؟ ما ينطق، ما يستقيم على لساني. لكن اسمع، أول ما قلت أقول أنا أخرج كيف زي العسل، ها بكل سهولة أنا أنطق بشهادة وهمت لها جاء لسان، أي الحمد لله الحمد لله فضل عز وجل الحمد لله. وفعلا تجد براحة، وتجد أحيانا يبكون، يعني مو شرط يعني من التأثر، يعني سبحان الله يعني